السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم هو جزء من الفيديوهات اللي كتكلم على الرحلة اللي نظمتها جمعية كنوز بلادي شمال المغرب، وشاركت فيها مع صاحبي السي حميد ونسيبو السي حميد وأستاذ السي محمد. الرحلة كانت رائعة جدا من حيث التنظيم ومن حيث الأماكن اللي زرناها ومن حيث المشاركات والمشاركين. ما كاين ما نقول لكم، رحلة عائلية وخلاص. الرحلة هذه عرفتنا على ناس جداد وعلى أماكن جديدة كنشوفها لأول مرة، وهي رائعة جدا رائعة جدا رائعة جدا. اللي ما شافهاش بحال عمرو ما شاف شي حاجة في حياته. كنهدي هذا العمل لجميع أعضاء جمعية كنوز بلادي اللي كيقوم بمجهودات جبارة مع نكران الذات باش يوفروا الراحة للمشاركات والمشاركين. ما ننساوش ناس المنطقة اللي كيتسموا بالطيبوبة والبشاشة، وما ننساكمش كذلك الناس اللي مأبونين معايا. وكنتمنى أن اللي شاف هذا الفيديو يتأبونا ويفعل الجرس، وشكرا على الدعم ديالكم. ومازال كاين ميد دار الخاص وباسم الجمعيه ديالنا كنوز بلادي، والناس تبارك الله رائعين وحنا فرحانين اكثر الحمد لله كنتقاسموا هذه المتعه. السلام عليكم، صباح النور من المضيق. المشاركات والمشاركين ديالنا راه حنا وياهم كنشكلوا اسره وحده كيف ما سبق للسي الاستاذ وقالت طالور. دونك حنا كنخرجوا في اجواء عائليه، صغير بحالو بحال الكبير بحال لي جون. حنا كنا كنوليو دي جون، كنتعجنوا كاملين في قالب واحد وكنوليو دي جون، كنعيشوا اجواء زوين عائليه في احترام وفي حب وفي تآخي. وحنا كنشعروا بالسعاده ملي كنتقاسموا السعاده مع الناس، ملي كنشوفوا البسمه على وجوه الناس حنا كنفرحوا اكثر وكيعطينا تشجيع وحماس اكثر باش نزيدوا اكثر ونديروا شي حاجه اللي سورتو الرحلات نكتشفوا فيها بلادنا اللي هي كل الكنوز ديال البلاد نكتشفوها معا ولكن باقل اسباب. بونجور لي زامي، جو مابيل حيات، جو سوي تري كونتونت دو سورتير افيك مي زامي. سي ان فواياج اورغانيزي كونفورتابل، اون ا بيان دورمي، اون ا بري لو بيتي ديج اون دوسو دو لي ابارتمون. سي اكسبسيونيل، سي فورميدابل، جو لايك جو لايك جو لايك. الحين ساكن مزيان، كل شيء زين، ناس مزيانين، المعامله. اسم القصيبه حميد. سي حميد احنا تمتعنا بهذا الرحله. اخوان 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 مشرفين. احنا تمتعنا بهذه الرحله، رحله زوينه، الناس اللي منظمين زوينين. نعم. يعني كلشي داكشي غادي هو داك منظم مزيان الحمد لله. الحمد لله. صحة فطورك؟ انا الحرشة ديالك كيفاش ناخذ مع العصير؟ ناخذ مع الفاج، ولكن الاخوان تبارك الله راه العصير داكشي فطور مزيان ورخيص، الثمن رخيص. مرحبا بكم عندنا، مرحبا بنا عندكم. دايرين العرس؟ من البداية راه كانت رائعة وإن شاء الله صدفة. صدفة تلاقينا مع السي حميد، هو السي حميد صدفة مزيانة ما كناش كنتوقعوها كاع الحمد لله. وكيفاش بان لك الأجواء الأولى؟ زوينة مزيانة. زوينة قلت لي أتاي إيوا ها هو. مرحبا خويا، كلشي راه عندي هنا. كلشي انا كنت غنفطر فواحد البلاصه ولكن قالوا لي راه ماشي مشكل، هاك واخا تجلس معانا. الله يحفظك اخويا، بارك الله فيك. بسم الله بسم الله بسم الله. يا مرحبا، باش نشوفوا مصطفى. لا تنسى مصطفى راه كيفطر كيملا البطن ديالو باش يكون مستعد. الزبده هو
كيبغي الزبدة. لا لا راه كاين كاين سمي على فاطمه يلا كنطلبوا يلا. كيبغي الزبدة سي مصطفى كيبغي الزبدة. انا حيت بيني وبينكم دابا كنمشي مره مره الخلال شويه حنا كنمشي بيكالا كنقتصد شويه خمسة ليا دي مثلا بالدراهم اسايب شحال 6 دراهم اسقلاب مدبر مدبر هو مدبر حكيم ديما كيدبر الامور ديالو دابا غفالنا حنا تا شدينا الفطور عاد مشى جاب والله عاد مشى جاب الفطور ديالو مدبر والله مدبر الحال الحكم ما كاين حتى لا ما تعرفش المدبر والحكيم المدبر الحكيم مدبر الحكيم ماك الفقير الفقير غمصي ماك الفقير غمصي الفقير غمصي خبرك انا الفقير غمصي واحد كنوز بلادي الرحله في حقها هي ممتعه وجميله وزينه وكل شيء مزيان كيف دوزتي الاجواء زوين عجبتك الحال ارتحيتي معنا لا مرتاح الحمد لله داك الشيء اللي بغينا حنا غير الراحه النفسيه ديالكم تبارك الله عليك من اختصاصي في الكواجن ياك ولكن تبارك الله عليك طباخ طباخ هنا طباخ اي حاجه اش من بلاصه هذه اش من بلاصه باش اقشور الاندمان الباراج ديال اقشور عند احمد السي عند السي احمد اقشور طواجن ما كاين ما نقول فيديو طبيعي فيديو جوز هكا الشعر طواجن طبيعي هذاك شيء زوين اذا طواجنات هما هادو الثلاجه هي عندنا طبيعي هذا عند السي احمد هذاك شيء طبيعي 100% طبيعي 100% ما كلشي عاد تبارك الله طبيعي 100% كيفاش في الشهر مرحبا السي احمد I'm